مجلس النواب العراقي تمكن من اختيار رئيس جمهورية العراق بعد انتظار طويل، ووقع الاختيار مباشرة على السيد عبد اللطيف رشيد. وعلى الرغم من أن الأمور تبدو طبيعية وتبدو وكأنها جلسة قد تمت وبأن الأمور لم تكن صعبة، إلا أن فعلا الأمور كان فيها الكثير من التحديات بالنسبة لهذه الجلسة. فاسم أساسا السيد عبد اللطيف رشيد هو ظهر قبل 24 ساعة من جلسة مجلس النواب المخصصة تماما لمسألة اختيار رئيس الجمهورية، وهو ظهر مباشرة كبديل للسيد ريبر أحمد. طبعا بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني كان متمسكا بالسيد ريبر أحمد حتى 24 ساعة الماضية قبل هذه الجلسة التي عقدت اليوم، وبعد ذلك طبعا بدأ الكلام بشكل كبير على دعم السيد عبد اللطيف رشيد أن يكون هو مرشحهم. وفعلا قبل بدء جلسة البرلمان اليوم كان هنالك انسحابا من السيد ريبر أحمد من ترشحه إلى رئاسة الجمهورية. بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني على الرغم من إعلان اسم السيد عبد اللطيف رشيد، وكان البعض يعتقد بأنه أصبح هنالك اتفاقا بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، خاصة وأن السيد عبد اللطيف رشيد هو كان سابقا في الاتحاد الوطني الكردستاني لديه علاقات جيدة، ولكن الأمور طبعا كانت لا زالت خلافية بين الحزبين. الاتحاد الوطني الكردستاني أصر على مرشحه الدكتور برهم صالح أن يكون هو مرشحهم طبعا إلى رئاسة الجمهورية، وعلى هذا الأساس دخلنا إلى هذه الجلسة والخلافات مستمرة ولم يكن هنالك مرشح تسوية. على هذا الأساس عملية التصويت كانت على 41 مرشحا، وتم بعد انسحابين طبعا وصلنا إلى 39 مرشحا لرئاسة الجمهورية. وبعد ذلك بدأت عملية طبعا التوافد للنواب من أجل عملية التصويت لمجلس النواب، وطبعا لمجلس النواب ولهذه الجلسة كانت هنالك شكوك كبيرة ما إذا كانت ستنعقد أو لن تنعقد، والمطلوب هو أن يكتمل النصاب، ولكي يكتمل النصاب يجب أن يحضر 220 نائبا من أصل 329 نائبا لكي يكتمل النصاب لكي يكون هنالك تصويتا. وأثناء عملية وصول النواب إلى مجلس النواب وفي هذه التفاصيل والتطورات التي جرت في 24 ساعة الماضية واليوم، فجأة الإطار التنسيقي أرسل هذه الرسالة التي ترونها بهذا الشكل إلى رئيس مجلس النواب العراقي، وقالوا بأننا نحن الكتلة الأكبر يا رئيس مجلس النواب، وبأننا بعد أن نختار رئيس الجمهورية بغض النظر من سيكون رئيس الجمهورية يجب أن يكون هنالك تكليفا لمرشح الكتلة الأكبر لكي يتوجه مباشرة إلى تشكيل الحكومة العراقية القادمة في 30 يوما القادمة. وطبعا عندما نتحدث عن مرشح الإطار التنسيقي فمرشحهم كما هو معروف هو السيد محمد شياع السوداني. بمجرد أن ظهرت هذه الرسالة وهذه الورقة قد نكون بعد دقائق بسيطة جاءت الأنباء مباشرة بأن الصواريخ أمطرت المنطقة الخضراء، صواريخ الكاتيوشا، وكان هنالك هجوما صاروخيا على هذه المنطقة بعد هذه التفاصيل. وطبعا خلية الإعلام الأمني أكدت بأن 9 صواريخ من نوع كاتيوشا هي التي هاجمت المنطقة الخضراء، وأن كان هنالك إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية كما تلاحظون، والمواطنين أيضا أصيبوا، وكانت هنالك أنباء كثيرة ومتضاربة عن طبيعة سقوط الصواريخ في المنطقة الخضراء. دعونا نقترب من المنطقة الخضراء من العاصمة العراقية بغداد فقط لنلقي نظرة عن طبيعة المناطق التي والنقاط التي سقطت عليها هذه الصواريخ. هنا العاصمة العراقية بغداد نتوجه إلى المنطقة الخضراء لنأخذ صورة واضحة لهذه المنطقة لكي نفهم تماما ما الذي جرى أثناء هذا الهجوم. هذه هي طبعا الحدود الخاصة بالمنطقة الخضراء التي ترونها بهذا الشكل تقريبي بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. وطبعا عند الهجوم الصاروخي جاءت الأنباء مباشرة بأن السفارة الأمريكية الموجودة في المنطقة الخضراء هنا وكذلك السفارة اليابانية التي تأتي بهذا الاتجاه تقريبا كانت قد أطلقت صافرات الإنذار. وطبعا الكلام المباشر الذي جاء بأن الهجوم الصاروخي جاء على مجلس النواب العراقي، ولكن كانت هنالك عددا من النقاط التي تأتي في داخل المنطقة الخضراء التي سقطت فيها الصواريخ وأيضا خارج المنطقة
الخضراء تأتي بهذه المنطقة. لنقترب قليلا من هذه المنطقة، الأمور التي جاءت والتفاصيل التي جاءت من عدد من صفحات التليجرام، إن كانت المقربة من التيار الصدري أو حتى المقربة من الإطار التنسيقي. هذا هو مجلس النواب العراقي، الكلام بأن صاروخا واحدا تقريبا في نهاية المطاف بعد الكثير من التفاصيل هي التي سقطت، لكنها كانت قريبة من مجلس النواب ولكن ليس على مجلس النواب، وكانت خلف دار الضيافة تحديدا كان سقوط هذا الصاروخ. ولكن بعد ذلك كما تحدثنا كانت هنالك تفاصيل عن الصواريخ التي سقطت على المدنيين بهذا الاتجاه، هذه هي حدود المنطقة الخضراء كما تحدثنا التي تأتي بهذا الشكل. هنا فندق الرشيد طبعا الذي يعتبر جزء من المنطقة الخضراء، ولكن المنطقة تعرضت هذه إلى ضربات، لنقترب منها الآن أكثر فقط لنفهم أين كانت هذه الضربات. المواطنين في هذه المناطق يعرفون تماما أين سقطت هذه المناطق. هذه طبعا كما تلاحظون هي المناطق التي كانت قد تعرضت إلى وابل من الصواريخ بشكل غريب للغاية. طبعا من المفترض أن تكون الصواريخ في منطقة أخرى ولكنها سقطت هنا، كما اعتدنا من الإصابات منذ سنوات، طبعا منذ سنين عن هذه المسألة. طبعا العلاوي هي سقطت أولا عليها الصواريخ بهذا الاتجاه، هذه هي منطقة العلاوي، كذلك جامع بنية أيضا تعرض إلى صاروخ على سطح هذا الجامع، بالإضافة إلى ذلك المحطة الدولية لسكك الحديد أيضا تعرضت إلى ضربة صاروخية وبصاروخ واحد في باحة هذه المحطة، وبعد ذلك كان هنالك صاروخا بالقرب من مطار المثنى بهذا الاتجاه، وأيضا صاروخ بالقرب من هذه النقطة ألا وهي تعتبر البوابة وبوابة المنطقة الخضراء رقم 9 تحديدا، أيضا سقط بالقرب منها صاروخ. الجرحى المدنيين كانوا هنا بشكل كبير بسبب هذه الصواريخ، وكانت هنالك لقطات قد انتشرت لطبيعة هذه الضربات التي ذكرتها لكم، جاءت بهذا الشكل. هنا جامع بنية الذي ترونه الذي سقط عليه صاروخ الكاتيوشا على سطح هذا الجامع، وبعد ذلك كانت هنالك لقطات كثيرة كما تلاحظون ضربات عشوائية بهذا الشكل تسقط لا أهداف نهائيا. هذا يعود بسبب عشوائية صواريخ الكاتيوشا، لكي ننتبه فهي عشوائية جدا عندما تضرب هذه السيارات المدنية. كانت هنالك لقطات لها كيف إنها دمرت بسبب ضربة الكاتيوشا التي ظهرت أمامكم بهذا الشكل، طبعا دمار واضح جدا للعجلات التي ضربت بهذه الطريقة. والأسئلة الكبيرة التي بدأت تطرح، من أين انطلقت هذه الصواريخ؟ أيضا كان هنالك تضارب للأنباء حول مسألة انطلاق الصواريخ، ليس هنالك أي شيء رسمي قادم من هذه المسألة تحديدا عن مسألة انطلاق الصواريخ. هنا نعود مرة ثانية للمنطقة الخضراء لكي نوضح طبيعة التفاصيل الكثيرة التي نشرت عن هذه المسألة تحديدا، مسألة انطلاق الصواريخ. هذا هو مجلس النواب العراقي كما ترون. بالنسبة للمناطق التي ذكرت بحسب صفحات للتليجرام غير رسمية تعبر عن وجهات نظر التيار الصدري أو حتى وجهات نظر الإطار التنسيقي، كما تلاحظون هنا مثلا منطقة الحبيبية بهذا المربع الذي ترونه، هذه هي منطقة جميلة وتأتي خلفها طبعا مدينة الصدر بهذا الاتجاه. بالنسبة للصفحات المقربة من التيار الصدري التي تعبر عن وجهة نظر التيار الصدري، كانت قد تحدثت أن هذه الصواريخ انطلقت من شارع فلسطين من هذا الاتجاه تقريبا، وكذلك من البلديات، بالتالي 9 صواريخ من اتجاهين هي التي هاجمت المنطقة الخضراء. المسافات طبعا ممكنة للصواريخ ولصواريخ الكاتيوشا أن تصل، ولكن بصعوبة، لأن صواريخ الكاتيوشا تصل مسافتها 8 كيلومترات، نحن نتحدث هنا عن تقريبا 7.5 كيلومتر، وبالتالي المسافة جدا صعبة بالنسبة للكاتيوشا مع العشوائية المعروفة ممكن أن تسبب هذه المشكلة التي تحدثنا عنها. ولكن الصفحات طبعا صفحات أخرى، وكان هنالك تداولا أن قناة الجيش هي التي انطلقت منها الصواريخ، ولكن صفحات التليجرام المقربة من الإطار التنسيقي التي تعبر عن وجهة نظر الفصائل المسلحة كانت قد تحدثت أن هذه الصواريخ في حقيقة الأمر انطلقت تحديدا من هنا من الحبيبية، المنطقة بهذا الشكل. طبعا هم في إشارة إلى أن سرايا السلام، هم يتهمون سرايا السلام بشكل غير مباشر بأنهم هم قاموا بهذه العملية، وكذلك ذكروا عددا من التفاصيل عن طبيعة من أين جاءت هذه الضربة. لنقترب قليلا من الحبيبية تحديدا لكي نرى هذا الحديث من هذه الصفحة تحديدا، تحدثت عن هذا الملعب، ملعب الحبيبية بهذا الاتجاه الذي ترونه أو ملعب المدينة الدولي كما هو واضح أمامكم. هم تحدثوا بأن الصواريخ
كانت قد انطلقت من المنطقة الخلفية لهذا الملعب. لم يحددوا بالضبط أو لم يعطوا إحداثيات، ولكن يقولوا تقريبا من خلف هذا الملعب انطلقت الصواريخ مباشرة على المنطقة الخضراء. ولكن هي اتهامات في نهاية المطاف، وهذه الصفحات، صفحات التليجرام المقربة من الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة تحديدا، هي كانت قد وضحت بشكل دقيق هذه المسألة، وبعد ذلك غيروا المنشور، غيروا التفاصيل، وطبعا أعادوا وغيروها في التليجرام. وهذا الأمر ممكن ولا يمكن طبعا الاعتماد عليه بشكل رسمي، ولكن نشروا بشكل حصري طبيعة اللحظات الأولى من عملية إطلاق هذه الصواريخ بهذا الشكل من سيارة التاهو التي ترونها بهذه الطريقة. وضحوا بأن هؤلاء هم كانوا مطلقي الصواريخ الذين انسحبوا بهذا الشكل، وبعدها انطلقت الصواريخ كما تلاحظون بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب كما نشروه بشكل حصري بالنسبة لهذه الصفحات الخاصة بهم. وفي نهاية المطاف طبعا الاتهام واضح، هم يتهمون بشكل غير مباشر من خلال هذه المناطق أن سرايا السلام هي التي قامت بهذه العملية. ولكن في نفس الوقت عندما نلقي نظرة على هذه الصواريخ التي سقطت، واحدة من هذه الصواريخ والشظايا كما تلاحظون هذه صورة لهذا الصاروخ، لنقترب من هذه الكلمة قليلا، سنلاحظ بأننا أمام كلمة باللغة الفارسية بهذا الشكل بالإيرانية، ليست مكتوبة باللغة الإنجليزية أو بالعربية أو غيرها، وبالتالي هي كاتيوشا إيرانية. اعتدنا أن نسمع أن الفصائل المسلحة المقربة من إيران هي التي تستخدم هذا النوع من الكاتيوشا في استهداف السفارة الأمريكية المنطقة الخضراء مستشارية التحالف الدولي، بالتالي اتهامات يمينا وشمالا بغض النظر عن هذه التفاصيل التي هي كانت تعتبر خطيرة، ولكن بغض النظر عن المتهم في هذه المسألة، لأن كانت هنالك تغريدات سريعة للغاية من السفيرة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، رفضت تماما هذه الضربات ونددت بها، كذلك السفير البريطاني أيضا ندد بهذه الضربات الصاروخية التي نتحدث عنها. وظل السؤال الكبير بعد هذه الضربات الصاروخية، هل سيكون هنالك انعقاد لجلسة مجلس النواب؟ هل سيتمكنون من عقد هذه الجلسة؟ وفعلا تمكنوا من عقد هذه الجلسة رغم هذه الضربات الصاروخية التي ذكرناها، واكتمل النصاب، وصل إلى أكثر من 220 نائبا، وصل إلى 269 نائبا، وبالتالي اكتمل النصاب وبدأت الجلسة وبدأت المواجهة بين عبد اللطيف رشيد وبين برهم صالح، الدكتور برهم صالح مباشرة. ولكن أيضا كان معهم كما تحدثنا عددا من المرشحين لرئاسة الجمهورية، بدأت المنافسة، بدأت الجولة الأولى بين الطرفين. طبعا من تحصل على أعلى الأصوات هو كان عبد اللطيف رشيد تحديدا، هو الذي تحصل على أعلى الأصوات، وكان في المرتبة الثانية برهم صالح ب 99 طبعا صوتا تحصل عليها. ولكن كان من المفترض لأي طرف، مثلا عبد اللطيف رشيد، أن يصل إلى 220 صوتا لكي يفوز في الجولة الأولى وتنتهي المسألة ويعلن رئيسا للجمهورية، ولكنه تحصل على أقل من ذلك، لذلك توجهوا إلى جولة ثانية. الجولة الثانية تكون بين أعلى مرشحين تحصل على الأصوات في الجولة الأولى، على هذا الأساس توجهوا إلى الجولة الثانية وفاز عبد اللطيف رشيد برئاسة الجمهورية مباشرة، وبوجود النواب طبعا باكتمال كبير للنصاب كما نتحدث، وتم الإعلان بشكل رسمي عن هذه المسألة. والتيار الصدري طبعا غائب عن هذه المسألة، لم يأخذ رأيه في هذه القضية لكي ننتبه، لم يفتح النقاشات مع الإطار التنسيقي قبل هذه الجلسة، ولم يأخذ أي طريق أو أي بوابة للتفاوض معهم، بالتالي الأمور تدور خارج نطاق وخارج إطار التيار الصدري. بل إن بعد ذلك مباشرة جاءت الصور بهذا الشكل لرئيس الجمهورية العراقية الجديد، وهو يكلف السيد محمد شيع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لكي يكون هو رئيس الوزراء لرئيس وزراء العراق القادم، ولكن طلب طبعا بهذا التكليف بشكل دستوري وبشكل قانوني أن يذهب مباشرة لتشكيل الحكومة العراقية، وبالتالي هو أمامه 30 يوما لاختيار وزراء واختيار الحكومة العراقية وإنهاء هذه المسألة. وإن لم يتمكن من ذلك فإن الرجل سيتم طبعا سيعتبر بأنه فشل في هذه المسألة ويختارون مرشحا آخرا، ولكن تمت العملية بنجاح بالنسبة للإطار التنسيقي خارج فلك التيار الصدري تماماً.